يسعدنا ويسرنا وإياكم أن نرحب بضيفنا في الاستديو سعادة اللواء محمد بن فريح الحارثي. أهلا وسهلا بك سعادة اللواء. يا هلا بك أخت غدير وأخوي علي، أرحب فيكم. أهلا وسهلا وأرحب بجميع السادة المشاهدين، وأجدها فرصة مناسبة لنقل أسمى الكلمات التهاني والتبريك والدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي وإلى المقيمين على هذه الأرض الطيبة وجميع محبي المملكة العربية السعودية. سعادة اللواء، خلينا نبدأ حديثنا بإلقاء الضوء على أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية. اليوم هو اليوم 92 لليوم الوطني السعودي، ما أهمية هذا الاحتفال على الأسر السعودية؟ نعم، اليوم الوطني طبعا يوم عظيم ولا يمكن اختزاله أو التعبير عنه في كلمات أو في دقائق، ولكن في مثل هذا اليوم من عام 1351 تم الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة من التضحيات والبطولات خاضها المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ورجاله الأوفياء المخلصين الذين طبعا وجدوا فيه حبه ورغبته في إعلاء كلمة التوحيد، حيث اتخذ من كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله شعارا لراية الدولة، وتم تأسيس دولة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار. طبعا هذا التوحيد وهذه الملحمة لم تكن بالأمر السهل في ذلك الوقت، رغم تواضع الإمكانيات، وامتدت على مدى 30 عام من عام 1902 إلى عام 1932، سطرت خلالها قصة ملحمة بطولة رجال قدموا أرواحهم وارتوت الأرض بعرقهم ودماءهم لبناء هذا الوطن العظيم. وهذا اليوم علينا أن نستحضر فيه تلك التضحيات وتلك البطولات التي قام بها الأجداد والآباء، وأيضا علينا أن نرسخ هذا. طبعا لم تأتي بهذه السهولة وبالرغد الذي نعيشه أبناءنا والأجيال الموجودة، ربما لم يستشعروا صعوبة هذا الأمر في ذلك الزمن، وعلينا أن نرسخ في أذهانهم وفي أنفسهم محبة هذا الوطن العظيم. جميل، جميل جدا سعادة اللواء، يعني بحديثكم أيضا عن الفرحة وعن ترسيخ هذه الفرحة لدى الأبناء ولدى النشء ولدى الجيل الجديد. لديكم مقال تم نشره في صحيفة مكة الإلكترونية بالحديث عن اليوم الوطني، وأيضا قمتم بالإشارة إلى بعض المقترحات في هذا المقال، حبذا لو تحدثنا عن هذا المقال. نعم، الله يحفظك. طبعا أنا قد سبق أن كتبت مقال في العام الماضي عن الاحتفال باليوم الوطني، وأيضا كذلك هذا العام، واقترحت فيه طبعا إطلاق مبادرة كجائزة وطنية في هذا اليوم تليق بهذا اليوم. من الجميل أن نحتفل في هذا اليوم وأن نعبر ونترجم عن محبتنا ووطنيتنا وولائنا للوطن ولقيادته، ومن الأجمل أيضا كذلك أن نبرز في هذا اليوم المنجزات التي حصلت في هذا العام، ونقوم بتكريم المتميزين والمتفوقين من الطلاب ومن الموظفين من أقل درجة إلى أعلى المستويات. فهذه المبادرة أتمنى أن يتم تبنيها، وبالإمكان تبنيها في جميع القطاعات، في قطاعات الدولة، في القطاع الخاص، حتى على مستوى الأسرة. جميل، جميل جدا. نعم. سعادة اللواء، مؤخرا أصبح لدينا ثورة تكنولوجية عالمية، حدثنا قليلا كيف تمكنت القطاعات الأمنية والحكومية والقطاعات بشكل التعليمية بمواكبة هذه الثورة؟ نعم، الحمد لله، من خلال
إطلاق رؤية المملكة برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين، تم إطلاق رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذه الرؤية ارتكزت على ثلاثة أسس، طبعا مجتمع حيوي واقتصاد متين ووطن طموح، وطبعا فيها برامج واستراتيجيات أسهمت ولله الحمد في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار وأيضا كذلك ازدهار الاقتصاد. فما كما سمعنا في هذا الشهر من خلال مؤتمر صرح وزير المالية على أن الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الوحيد من ضمن دول العشرين، مجموعة العشرين، الذي تم تعديل تصنيفه من صندوق النقد الدولي مرتين لمستويات أعلى مما كانت التوقعات ولله الحمد. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. يعني سعادة اللواء هذا اليوم يحمل رقم 92. نعم، 92 عام مرت على هذه الحكومة الرشيدة وعلى هذا الوطن العظيم والمعطاء، وهذا البلد يعني من نمو إلى نمو، من رفعة إلى رفعة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الحكومة الرشيدة. نحن كشعب كمواطنين بعدما عاصرنا الأجيال الماضية وشاهدنا كيف اختلفت الحياة من زمن إلى آخر، كيف لنا أن نساهم في شكر الوطن في مثل هذا اليوم؟ نعم، علينا أولا أن نتصور تلك التضحيات التي بذلت وحتى اكتسبت تلك المقدرات والمكتسبات، وعلينا أيضا نحن أن نحافظ على المكتسبات والمقدرات والإنجازات التي توالت مع مر العصور من عهد المؤسس الملك عبد العزيز وحتى عصرنا عصر خادم الحرمين الشريفين. وعلينا أيضا كذلك أن نقوم بتطوير وتنمية تلك المكتسبات والإنجازات. جميل جدا. خلينا نلقي الضوء على جهود حكومتنا في الحفاظ على أمن وأمان المملكة العربية السعودية. نعم، الحمد لله. لعلي أستظل في قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا كذلك قول أبونا إبراهيم عليه السلام، ربي اجعل هذا بلدا آمنا. فنحن لله الحمد نستظل في هذه الدعوة، وأيضا كذلك في أن من عهد المؤسس اتخذت الدولة السعودية القرآن الكريم والسنة النبوية دستورا ونهجا، فالحمد لله لهذا ما نراه من أمن وأمان واستقرار يضرب به المثل ويتمناه كثير من الدول في ظل ما يعصف بالعالم من تقلبات سياسية وأمنية واقتصادية، ونحن ولله الحمد ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادة رشيدة حكيمة سخرت لنا جميع الإمكانيات وبذلت الغالي والنفيس في سبيل سعادة ورفاهية المواطن. جميل جدا سعادة اللواء. يعني بحديثكم عن هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني حينما نرجع للوراء، أساس تأسيس الدولة يعني من عهد الملك عبد العزيز الدولة السعودية الثالثة، حينما كان هنالك حلف بين الملك عبد العزيز أو اتفاقية بين الملك عبد العزيز والإمام محمد بن عبد الوهاب على أن تقوم هذه الدولة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ولعل هذا التوحيد وهذه الاتفاقية هي ما ساهمت في حفظ الأمن. لعلنا نتحدث عن مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بتطبيق الشريعة الإسلامية حتى تساهم في حفظ الأمن. نعم، نحن كما نشاهد دائما حكام هذه البلاد
رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. هذه الأسرة المباركة دائما ترتكز على دستور القرآن الكريم والسنة النبوية، ودائما ما يؤكدون على التمسك بكتاب الله والتمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة. فلله الحمد ولله المنة أننا البلد إن شاء الله الوحيد الذي ليس فيه أي شركيات أو عبادات أخرى تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا التمسك، وبكرم أيضا تمسك قيادتنا وتأكيدهم على هذا الأمر. سعادة اللواء، لتحقيق أي أهداف سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى وطني يعتمد كثيرا على الشباب، ما هو دور الشباب في تحقيق أهداف الوطن؟ نعم، الحمد لله. طبعا الشباب السعودي ولله الحمد من الجنسين الرجال والنساء وخاصة المرأة ولله الحمد في هذا العصر أثبتوا جدارتهم في المضي قدما بالمملكة العربية السعودية في جميع المجالات، وكما نسمع كثير من الإنجازات والابتكارات والمخترعات سجلت بأسماء شباب سعوديين جعلوا المملكة العربية السعودية تقف شامخة عزيزة في مصاف الدول المتقدمة. وهذه ولله الحمد أن المملكة العربية السعودية أصبحت أحد أعضاء مجموعة 20 ولله الحمد، وهذا كان بفضل الله ثم بفضل ما أولته الحكومة من تعليم ومن اهتمام سواء داخل المملكة أو خارجها. جميل جدا سعادة اللواء، يعني حقيقة مستمتعين جدا بالحديث معك، خاصة في بهذه المشاعر الجميلة الفياضة التي تخرج من القلب إلى القلب في هذا اليوم، يوم الفرحة ويوم البهجة ويوم الخضار. نعم. يعني ما شاء الله تبارك الله، حتى نشوف في كل مكان صارت، يعني حتى الشوارع لونها أخضر، الإضاءات لونها أخضر، حتى بعض البيوت ما شاء الله تبارك الله صارت. يعني إن شاء الله نعود بإذن الله سعادة اللواء ونتحدث عن هذه النقطة بإذن الله بشكل موسع. سعادة اللواء، الفرحة دخلت في جميع بيوت المملكة العربية السعودية سواء مواطنين سواء مقيمين، حدثنا عن ذلك قليلا. نعم، من الجميل أن نشاهد ترجمة للولاء والوطنية لهذا الوطن من خلال ما نشاهده من مشاعر الفرح في جميع مناطق المملكة العربية السعودية وأيضا كذلك خارجها. والجميل في الأمر أيضا أن الإخوة المقيمين على هذه الأرض أيضا يشاركون هذه الفرحة ويشاركون التهنئة سواء هنا أو في أي مكان آخر. والله إني أنا أسعد وأعتز وأفتخر عندما ألتقي بأحد من الأخوان المقيمين ويهنيني، أو أحد يتصل بي أو يرسل لي رسالة تهنئة، فنحمد الله ونشكره الذي سخر لنا هذا الوطن لنعتز فيه ونفتخر ولله الحمد. الحمد لله. ضيفنا العزيز سعادة اللواء، جزء لا يتجزأ من الأمن يقع على عاتق رجال الأمن، سواء كانوا رجال الأمن الذين هم في الميادين أو الذين هم حتى على الثغور لحفظ حدود المملكة العربية السعودية. يقع على عاتقنا أيضا شكر نريد أن نوصله بهذه المناسبة. يعني حتى بالأمس أنا ذهبت إلى منطقة الواجهة البحرية ووجدت يعني رجال الأمن موجودين بشكل كثيف لحفظ الأمن، وكلهم يعني مبتسمين ويشاركون الشعب الفرحة. رسالتكم لرجال الأمن في هذا اليوم العظيم. جميل منك هذه اللفتة لرجال الأمن، وهي بالمناسبة أيضا كذلك نرفع لهم كلمات التهاني، سواء رجال الأمن الموجودين على الحدود وعلى الثغور الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، وأيضا كذلك رجال ونساء الأمن، وبمناسبة إشراك المرأة في النواحي الأمنية.